السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم نوعاد اخر العنود. احنا فين يا جماعة؟ احنا في المكان اللي انا بصور فيه على طول في سوق الجيزة، اللي هو يوم الثلاث اللي عند مترو من مصريين. احنا النهاردة بصور مع ام حسن الشغل الجامد ده. ده سيفي طبعا بقى كده، ده الشغل السيفي ده بكام بقى المتر؟ 35 جنيه. ده في منه الوان بقى يا حسن؟ ده جميع الالوان، جميع الوانه حلو. في شغل اهو، ده رويال اهو. اسمه ايه؟ رويال. رويال بكام بقى برضو؟ 35. خامته حلوه قوي وناعمه. ده رويال ب 35 جنيه، تمام. حلو قوي برضو التايجر ده، يعني كله ثلاث ارباع اللي عندك 35 ولا ايه؟ ده ستانة؟ ده ستان. حلو رواب ده، رواب وقمصان. استني بقى كده في حته لفت نظر، يا رب يكون اللي في بالي. بسم الله. قريشه شوفون دبل. شوفون دبل؟ لا بس شبه الكوريشه. والله شوفون دبل. ايوه بس شبه الكوريشه. بصي بصي شبه الكوريشه في الخامه. اسمه شوفون دبل؟ بابل. بابل. انا بحسب دبل. اسمه بابل. اي متر 35؟ يعني اي متر من اللي احنا واقفين عليه ده ب 35 جنيه؟ حلو قوي ده برده اللي هي ماسكاه ده، وده برده جميل الشكل بتاعه حلو. الابيض في اسود بالنسبه للناس اللي بتحب الابيض في اسود. الاسود في سكري ده برده جميل جدا. الخامه بتاعته حلوه قوي دي، متهيألي ما تحررش في الصيف خالص. برده ده جميل الشكل بتاعه حلو. انت عندك النهارده ما شاء الله. وشوفونا اهو، عندك شوفونات بقى الوان ايه تاني؟ برده 35. حلو قوي بنانيتي ده بقى، تخفيضات عشان العيد. الناس لسه ما نزلتش اول ايام بتاعت رمضان دي، الناس اللي بيعزموا بعضيهم دي. ايه مفيش منها امطار؟ حلو قوي الشكل ده، اتنين كنار اهو، كنار من هنا وكنار من الناحيه التانيه. حلو قوي دي بلوزه او دريس. والسي واي برده 35؟ ده شوفون. شوفون سي واي؟ اه شوفون منتش. حلو قوي طرح على فكره، حلو قوي قوي طرح، جميله وخامتها جميله جدا. عندك القطن دي بالمتر ب 25. القطن المتر ب 25 وبالكيلو ب 75. وعندك الرويال ده ب 35. الرويال ده ب 35 جنيه. حلوه القطن دي، الناس اللي بتحب تعمل ليجن في البيت، اللي بتحب اللي بتعمل كاشات. بس هي بيبقى فيها غلطات كده. انتي بقى تنقي انتي بقى وتطلعي اللي عايزه تعمل كاش، اللي عايزه تعمل بنطلون. امال اللي هناك ده ايه؟ جل. بكام ده بقى الجل ده؟ 25 والكيلو 75. ده الجل ده يتعمل بيه جلاليب يعني في البيت، وبرده بناطيل وبناطيل. ده عرضه قد ايه ده يا حسن؟ ده عرضه قد ايه؟ عرض قد ايه؟ بس متهيألي اكتر من متر ونص ده يا حسن. بس هو في الاساس بيجي متر. بصي 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 كده، هو في الاساس بيجي متر. بس لا دي اكبر من متر ونص، لو قسيها هتلاقيها اكتر من متر ونص. لا ده عرض. بصي اجي واحد اجي اتنين اهو، عرض اتنين مش متر ونص. دي شكلها حلو قوي. هو اساسي بيجي متر ونص، لكن موجود عندك عرض مترين و25 جنيه، يتعمل بناطيل ويتعمل جلاليب. ده جل وفي منه لون بتنجاني اهو، عندها بتنجاني وبني. بص بقى احنا نروح هناك عشان شكل كده هناك في شغل اكتر من كده، وفي عندها حتت فسكوزه اهي. بس على فكره القطن ده حلو قوي. بصوا عامل زي البيور اللي كنا بنجيبه السنه اللي فاتت. بص على الشفته على ناته الشكل ده. يعني بسم الله. ده فوال قطن، الخامه بتاعته حلوه قوي برده. ده شميزات حلوه قوي قوي. مفيش الا اللون ده يا ابو حسن؟ مفيش الا اللون ده يا ابو حسن؟ بس شكله جميل، ينفع شميزات. بصوا ده شوفوه، بصوا ده شوفونه، بصوا خفيف. دي الاشكال اللي عنده ابو حسن النهارده. الفسكوز اللي وراك ده بكام يا ابو حسن؟ ب 35. وده فسكوز برضو؟ بكام ده؟
35 برضو؟ ده 25 وده 35؟ طب واللي ب 25 ده انا عايز امسك خامته. عارف امسك الخامه افهم انا الدنيا ماشيه ازاي. بسم الله. حلو والله، ممكن يتعمل منه ازدلات. ده توب توب عمال اشده من تحت اهو. هو مش فسخوز قوي بس حلو، يعمل منه ازدلات حلو قوي. وده سي واي منتش. ده لك بكام ده؟ 35. ما انا عارفه سي واي بس بسم الله ما شاء الله خامته تحفه. ده تحفه مفيهوش غلطه اهو في الطوب. ب 35 جنيه ولكرا يمين وشمال. ونقفل الفيديو على كده عند ابو حسن. ابو حسن بيقف يا جماعه في سور الخميس الكابلات المطريه يوم الخميس عند الكابلات، ما بيقفش عند سور الخميس اللي في المستشفى. يا خساره الحتت اللي بختارها تطلع حتت صغيره. بصوا زي ما تقولي ايه، هما دلوقتي بيجيبوا عينات لغايه ما يجي الصيف. بصي جمال دي، يا جمال الازرق في الابيض في الصيف اللي احنا فيه ده. يا لهوي على الخامه. هو ده ما فيش منه مطر يا ابو حسن؟ ده لا لسه هتجيبه يعني؟ زي ما قلت لكم زي عينات كده، وبعد كده هيجيبه الجديد. وديني في المكان اللي انا بصور فيه. بص السوق، السوق الساعه دلوقتي بقت 9 اهي. هادي هادي مفيش حد بيصحى بدري ولا انا ولا ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.